السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. شيخنا الله يقول في كتابه: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. هل إضلال الله للعبد أو هدايته له، هل هي مشيئة مطلقة أم مبنية على حال العبد؟ هو أعلم بالعباد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ثم لتعلم أن من أقبل إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن عالما بربك ولا تعترض على قضاء الله، فهو العليم بنا وبك. نسأله حسن الختام.